أختي، كيف حالكم؟ من الرسام الذي تعلمنا عنه في المحاضرة السابقة؟ كان ماتيس. واليوم سأعرفكم على رسام جديد، هو رسام يسمى بوتيرو. عندما تنظرون إلى لوحاته ستلاحظون خصائص لوحاته مباشرة. انظروا إلى لوحاته بنظرة فاحصة لتدركوا ما هي خصائصها. هيا إذن، هل تريدون أن ندخل إلى لوحات بوتيرو الآن مباشرة؟ هل سبق لكم أن رأيتم هذه اللوحة؟ اللوحة اليسرى هي لوحة موناليزا الأصلية ليوناردو دافنشي، واللوحة اليمنى مرسوم فيها موناليزا بشكل سمين هي لوحة رسمها بوتيرو. الوضعية أو إحساس الألوان متشابهان مع اللوحة الأصلية، إذن ما هو الاختلاف؟ نعم، حجمها أكبر من الحجم الأصلي بكثير، والوجه كذلك، صحيح؟ من الممتع أن يكون الوجه كبير مثل البدر، وملامح الوجه متجمعة في الوسط. أما هذه اللوحة التي في الطرف الأيسر فلوحة رسام يسمى فان إيك، واللوحة التي في اليمين هو رسم بوتيرو بعد أن أعاد رسمها بما تحمله من خصائص. كيف هي؟ قد غيرها لتكون اسما من قبل، صحيح؟ إنها مميزة وممتعة جدا. هذه أيضا اللوحة اليسرى هي لوحة لرسام يدعى إدغار ديغا، واللوحة اليمنى هي لوحة رسمها بوتيرو. من العجيب أنهما مختلفان هكذا مع أنهما قد رسم الشيء نفسه. تعريف باروديا هي طريقة التعبير عن شيء ما بتقليد لوحة أصلية رسمها رسام هكذا. ما رأيكم أن نقوم بباروديا للوحة رسام ما بطرقنا الخاصة ونحن مستمتعين؟ سنقوم بباروديا لهذه اللوحة للرسام سلفادور دالي، إذن ننطلق الآن مباشرة. هيا نرسم لوحة دالي. سأحدد الأماكن، والآن انظروا بعينيكم فقط.
والآن أنتم أيضاً حددوا الأماكن. هيا نرسم بشكل أكثر تفصيلاً. رسم لوحة دالي بهذه الطريقة، ولكن يمكنكم أن ترسموا بأشكال مختلفة. أصلاً كانت هناك شجرة مرسومة في لوحة دالي، ولكن يا أصدقائي يمكنكم تغيير هذا الجزء إلى أي شيء آخر. وكانت هناك ساعات مرسومة هنا وهنا وهنا، وأنتم يمكنكم أن ترسموا أشياء أخرى هنا لتملأوا هذه الأماكن. وهنا أيضاً لدينا مكان خال. في أماكن مثل هذه الأماكن الخالية يمكنكم التصور بحرية ورسم أي شيء تريدونه. نجد منظر البحر والجبل والسماء في الخلفية. يمكننا رسم هذا المنظر كما هو، أو يمكنكم يا أصدقائي أن ترسموا أشياء مختلفة لشكل رائع. إذن انطلقوا، أوقفوا شاشة الفيديو مؤقتاً وغيروا الساعات التي موجودة داخل اللوحة إلى أشياء أخرى تحبونها وارسموا يا أعزائي. نعم، أكملت الرسم هكذا، وقد رسمت أدوات الرسم أيضاً. رسمت لوحة الألوان وفرشاة الطلاء والشجر بالفرشاة هنا. ورسمت هنا بالألوان المائية، وهنا رسمت أقلام التلوين بها انحناءات، وهنا رسمت علبة الطلاء بينما يخرج منها الطلاء. ارسموا يا أصدقائي وأنتم ترسمون كما تريدون وتتخيلون بحرية. كيف كانت المحاضرة اليوم؟ لأول مرة قمنا بباروديا للوحة مشهورة. هناك لوحة أحببتموها بين لوحة الرسامين التي تعلمناها حتى الآن، أليس كذلك؟ إذن قوموا بباروديا لها مع أفكاركم وأرسموا أشياء تحبونها كما تريدون. ستصنعون لوحة ممتعة مميزة خاصة بكم. هيا نتقابل في المرة القادمة أيضاً. إلى اللقاء.